السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 5. هنتناول في اليونت 5 جزئية الفوكاب وكمان نوتس أون فوكاب. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. catch up يعني يلحق بي أو يجاري، اسمها catch up. install يركب أو يثبت. look into يفحص. switch on يشغل. switch off يطفئ جهاز. turn up يرفع مستوى الصوت. turn down يخفض مستوى الصوت. definitely بالتأكيد. definitely بالتأكيد. بقولها تاني عشان ابطأ فيها الصوت شوية عشان تعرفوا تتنطق ازاي. طيب عندي كمان environment، بنقسمها environment ثلاث مقاطع. environment اللي هي البيئة. instant عاجل وفوري. internet connection اتصال بالانترنت. اي تي اختصار كلمة information technology، الاي بتاعت الانفورميشن والتي بتاعت تكنولوجي، يبقى تكنولوجيا المعلومات. طيب معنا كمان مايكروفون اللي هو المايكروفون. بروجكت مشروع. سكرين شاشة. سوفت وير برمجيات او برامج تشغيل. عندي كمان فيرتوال اللي هو افتراضي. ادفنت ظهور او وجود. ادفنت ظهور او وجود. انالايز يحلل. check out الدفع. communicate يتواصل. efficient كفء. fade out يخفت. independently بشكل مستقل. interview المحاور او من يجري الحوار. كمان معانا motivated متحفز. عندي prediction التنبؤ. range نطاق او مجال. reliable موثوق به. repetitive تكراري او متكرر. trend موجة او اتجاه. طيب تعالوا كمان نشوف كلمة application طلب التحاق او تطبيق الكتروني. consequence نتيجة. decline يعني هبوط او انخفاض او يهبط او يقل. human contact اتصال بشري. human contact. عندي interpersonal خاص بالتعامل مع الآخرين. كمان معنا plug يقوم بتوصيل جهاز أو قابس كهربائي أو كهربي. position وظيفة أو موضع. race سباق. عندي suited يعني مناسب أو ملائم. كمان معنا version نسخة أو إصدار. welfare رعاية ورفاهية. طيب by accident يعني بالصدفة. كمان معانا have a meeting with لديه اجتماع مع. decline in انخفاض او هبوط فيه. طيب بعد كده have control over يمتلك السيطرة على. stay in touch يبقى على اتصال. take control of يتحكم فيه. عندي كمان suited قلناها دي، قلنا suited to معناها مناسب او ملائم. طيب كمان تعالوا نشوف بقية الكلمات. install software يثبت برمجيات. عندي join a virtual meeting ينضم إلى اجتماع افتراضي. mute يعني يكتم صوت. your microphone اللي هو الميكروفون، يبقى mute يعني يكتم. chair يعني يشارك. عندي turn the sound up يرفع الصوت. turn the sound down يخفض الصوت. طيب catch up بقى نبدأ في الفوكس اون فوكاب. بيقول لي هنا catch up معناها يلحق بي او يجاري. طب نشوف معناها بقى بالانجلش. to improve and reach the same standards اللي انت تحاول تتقدم او توصل او تحسن من نفسك عشان توصل. the same standard نفس المستوى. as other people زي الاخرين، يبقى انت لحقت بيهم بقيت زيهم. طب install اللي يركب او يثبت. to add new software انت تضيف برنامج جديد. to a computer للكمبيوتر. طب join معناها ينضم الى او يلتحق به. to become a member تكون عضو. of an organization في منظمة او society في مجتمع او مجموعة group. طيب عندي كمان look into يعني يفحص. to try to find انت بتحاول تجد. to find out يعني تكتشف. the truth الحقيقة about a problem حول المشكلة او حول crime جريمة. to solve it عشان الغرض منها ان انت تحلها. طيب عندي mute يكتم الصوت. to make the sound of something quieter بتخليه أهدى أو أوطأ. or make disappear تجعل الصوت يختفي. طيب switch on يشغل جهازا. to turn on a machine تشغل آلة.
او شغل لايت ضوء او راديو او الراديو او كمان يوزنج اسويتش، بتستخدم اي حاجه بتشتغل بتستخدمها بايه باللي هو الكبس الكهرباء. طيب تيرن اب، تيرن اب يعني يرفع الصوت. تو تيرن ا سويتش اون ا ماشين، بتشغل الاله. ساتش از ان اوفن اللي هو البوتاجاز، اور راديو اللي هو الراديو. طيب في نوتس اون فوكاب، عندي هفرق ما بين كلمه ديكلاين وديمنشن. ديكلاين اللي بينخفض او بيهبط، ودي بستخدمها مع الارقام والكميات ومستوى الشيء. امال ديمنشن، منش اللي يعني يضعف او يقل، ودي في الحجم او الاهميه. وبنلاحظ ان احنا بنعمل ستريس، يعني بنعمل نضغط كده في الكلمه واحنا بنقول ديم على حرف الام وعين منش، ديم منش. طيب عندي بعد كده انستل، وافرق بينها وبين كلمه فيكس. انستل اللي بيركب جهاز ويعده للتشغيل، بيخليه جهاز للتشغيل، او بثبت برنامج في جهاز كمبيوتر او تليفون محمول. امال فيكس اللي معناها بيثبت شيء في شيء اخر عشان يبقى مده طويله، او بيصلح شيء. طيب افرق بقى بين انترفيو وابوينتمنت وكونفرنس وميتنج. انترفيو اللي دي مقابله شخصيه عشان وظيفه، او بتعمل مقابله اذاعيه او تلفزيونيه او صحفيه. امال ابوينتمنت اللي ميعاد او موعد في ترتيب لرؤيه شخص في وقت معين. طيب امال كونفرنس ده مؤتمر، ميتنج دي مقابله او اجتماع. طب تعالوا نفرق بقى بين كلمه كوميونيكيت بتيجي معاها ويز معناها يتواصل او يتفاهم، وكونتاكت معناها يتصل به، وكونكت يصل او يربط بين شيئين. طيب نفرق ما بين داونلود وابلود ولود وانلود. داونلود بيحمل او بينزل معلومات من الانترنت، ابلود بيرفع الملفات الى الانترنت. طيب لود بيشحن او يحمل شحنه. طب انلود يفرز الحموله. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض كلمه بوزيشن. بوزيشن دي قال لي ليها مواضع كتير بيبقى فيها معنى مختلف. قال لي بوزيشن دي بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى وضع، او بتيجي بمعنى سيتويشن يعني موقف، بتيجي بمعنى لوكيشن يعني موقع، بتيجي بمعنى اتيتيود موقف او راي، وكمان بتيجي بمعنى جوب او بوست وظيفه، او بتيجي بمعنى كلمه امبورتانس او رول، او بتيجي بمعنى رانك. دي كل الكلام الخاص بكلمه بوزيشن. طيب تعالوا بقى ندخل في lessons 3 and 4، الدرسين الثالث والرابع من اليونت 5 من الوحده الخامسه. طيب احنا خلصنا الدرسين الاول والثاني من الوحده الخامسه، هناخد كلمات بقى الدرسين الثالث والرابع من الوحده الخامسه. بيقول لي برين ستورم، عصف ذهني او يقوم بعصف ذهني. برين ستورم عندي كرييتيف مبدع، effectively يعني بفاعليه، explain يشرح ويفسر، give up يستسلم او يتخلى عن heading عنوان، highlight يسلط ضوء او بيميز، link رابط او يربط، list قائمة، mind map خريطة ذهنية. عندي كمان point نقطة، عندي presentation عرض، season جلسة، similar مشابه، slide شريحة لعرض البيانات، ودي بنلاقيها في powerpoint. طيب عندي summarize يلخص، tip نصيحة او تلميح، topic موضوع، address عنوان او يخاطب، arrow سهم، attach يصل او يلحق به، background خلفية، clip او clip معناها مقطع او فيديو، concentration معناها تركيز، details تفاصيل، essential ضروري، express يعبر عن grateful ممتن او معترف بالجميل. عندي guess يخمن او يظن، mark درجة او علامة او يميز، reduce يخفض او يقلل، revise يراجع، choked مصدوم، tend to يميل الى، video call مكالمة فيديو. at the start يعني في البداية، و at the end of في النهاية. طيب feel free to لا تتردد ان، يعني خليك براحتك خليك بحريتك. طب عندي كمان in advance يعني مقدما. طب كمان عندي keep healthy يبقى بصحة جيدة، surprised by مندهش من. طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض focus on vocab. قال لي presentation يعني معناها ايه؟ عرض تقديمي. an event at which في حدث، you describe بتصف or explain او تشرح، a new product or idea بتشرح ايه؟ منتج جديد او فكرة جديدة. طيب season قال لي معناها جلسة، a period of time فترة من الزمن، used for a particular activity بتستخدم لنشاط معين،
بس كده. طيب تعالوا بقى نشوف مايند ماب اللي هي الخريطة الذهنية. قال لي a diagram رسمة توضيحية with a central idea فيها فكرة في النص in the middle في الوسط and connected متوصل بيها connected ideas arranged around it ومتوصلة بإيه بأفكار محاطة بيها. طيب background اللي هي الخلفية the sounds الأصوات that you can hear تقدر تسمعها apart from جزء من the main thing من الشيء الأساسي that you are listening to الشيء الأساسي اللي انت بتسمعه. طيب icon اللي هي الأيقونة اللي هي a small sign علامة صغيرة or picture أو صورة on a computer على on a computer screen على شاشة الكمبيوتر. طيب تعالوا نفرق بقى ما بين في النوتس اون فوكاب speech و presentation و statement. speech اللي هو الخطاب أخبار عن موضوع خاص أمام مجموعة بشكل رسمي. طب ومال البرزنتيشن؟ قال لي ده عرض تقديمي بوصف فيه أو بشرح فيه فكرة أو خاصة في مجال العمل. طب statement قال لي ده بيان شفوي أو مكتوب أمام جمهور وخاصة الصحفيين statement. طيب تعالوا نفرق ما بين say و announce و express. say بيقول أو بيخبر شيء باستخدام الكلمات ومال announce بيعلن عن شيء بشكل رسمي express بيعبر عن مشاعر أو رأي. طيب تعالوا نفرق بقى كمان ما بين list ومنيو. list دي اللي هي القائمة أسماء أرقام أشياء عشان أراجعها أو أقوم بيها. أمال المنيو دي قائمة بتاعت الطعام اللي موجودة في المطعم أو قائمة مهام في جهاز يمكن الاختيار منها جهاز الموبايل جهاز الكمبيوتر بيبقى فيه منيو كده بتطلع لنا عشان نختار منها. طب تعالوا كمان آخر حاجة بقى معانا عشان نختم الفيديو بتاعنا اللي احنا نفرق ما بين ثلاث كلمات هيدنج وتايتل وادرس. هيدنج اللي هي عنوان سواء مقال او صحيفة او اجزاء كتاب. تايتل ده عنوان كتاب او مقال او مسرحية او لقب او مسمى وظيفي. وادرس ده عنوان مكان او موقع انترنت او بريد الكتروني او خطاب او يخاطب. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ونهاية كلمات المهمة اللي معانا في يونت 5. دمتم في امان الله.